دوليا وفي شأن الصحراوي، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سيداتي على هامش مشاركته في أشغال قمة إفريقيا للمناخ بنيروبي، أكد أن الشعب الصحراوي لن يقبل الرضوخ لا للاحتلال المغربي ولا للتغيرات المناخية الناجمة عن ممارساته لنهب ثروات الصحراويين، حيث قدم سيداتي جملة من المساهمات لبحث الطرق والأساليب الكفيلة بمواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا، مستعرضا خصوصية الجمهورية الصحراوية في هذا الظرف الاستثنائي نتيجة المواجهة المباشرة مع الاحتلال المغربي بعد خرق آخر اتفاق لوقف إطلاق النار. إلى ذلك جدد المشاركون في الاجتماع دعمهم للقضية الصحراوية العادلة والمساعي التي تبذلها الجمهورية الصحراوية في مواجهة التغيرات المناخية.